والله إن الحب بين بعض الأزواج سينتهي في الدنيا، وفي الآخرة يتزوج إن دخل الجنة غيرها، وهو هي إن دخلت الجنة وهو ما دخل ستتزوج بغيره، لأنه لا يوجد في الجنة أعزب. لماذا ما اجتمعوا في الآخرة وكانوا في الدنيا في بيت وعلى صحن واحد، وكانت تقول إني أحبك وهو يقول أنت عمري؟ كل هذا كلام فارغ. لماذا تفرقا؟ لأن الحب ما كان في الدنيا على الطاعة، ما كان على الصلاح. ولذلك اسمعي هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة أولا الودود. الودود من المودة التي إذا آذت أو أوذيت أتت زوجها، أتت يدها على كفه فقالت: لا أذوق.